شكرا للزملاء في الاستوديو. مشاهدينا الكرام سعد الله صباحكم بكل خير. طبعا نتواجد اليوم في مركز دعم المنشآت بالرياض لنتحدث عن الدور الذي تقوم به مراكز دعم المنشآت بالمملكة العربية السعودية. طبعا كافة المشاريع وأيضا رواد الأعمال يحتاجون دائما إلى المشورة، وأيضا البعض يحتاج إلى البرامج التدريبية للمساعدة والمساهمة في دعم تلك المشاريع على النهوض والنمو، وبشكل آخر تكون داعمة ومشكلة لروافد دعم للاقتصاد السعودي. في ثنايا هذا اللقاء يسعدنا أن نستضيف الأستاذ بدر القاضي، وهو مدير عام مراكز دعم المنشآت بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. حياك الله أستاذ بدر، أرحب فيك عبر الإخبارية. يمكن في البداية نتحدث عن ما هو الدور الذي تقوم به مراكز دعم المنشآت بالنسبة لرواد الأعمال والقادمين على بدء منشآتهم الجديدة. أهلا وسهلا، حياكم الله، شكرا على هذه الزيارة وشكرا على هذه التغطية اللي تقدمونها للمراكز. الحقيقة المراكز هي يعني تعتبر جزء من الدور اللي تقدمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. المراكز تخدم رواد الأعمال والمنشآت من خلال عدة مسارات وبرامج، وهي على سبيل المثال الحصر برامج تعنى ببناء القدرات وتشمل دورات تدريبية وكذلك جلسات استشارية وإرشادية تقوم فيها مجموعة متخصصة من أصحاب التجارب الناجحة والمتخصصين ليقدمون المشورة والإرشاد والدعم لرواد الأعمال لإكمال مسيرتهم في عالم ريادة الأعمال وفي إن شاء الله في سبيل ازدهار أعمالهم التجارية. النقطة الأخرى كذلك التي تساهم فيها المراكز هي ما نسميه احنا داخليا شبكات الأعمال، وهي يعني تأمل وتهدف إلى ربط رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجتمع أو خلينا نقول الجهات الممكنة من خلال بيئة ريادة الأعمال، ربطهم بالمسؤولين، إقامة مجالس ما نسميه مجلس المسؤول، ما نسميه كذلك لقاءات منشآت، نربطهم بأصحاب التجارب الناجحة، كبار رجال الأعمال، استفادة تعلم من التجارب الناجحة، استفادة من بعض الدروس ربما لبعض التجارب التي لم يكتب لها النجاح، ففيها نوع من التقارب، تبادل الأفكار وتلاقحها. الحقيقة نأمل إن شاء الله في المركز نقوم بهذا الدور بشكل مميز. ندعو كل أصحاب المنشآت والرياديين ورواد الأعمال للزيارة والاطلاع والاستفادة من هذه الخدمات. نعم، هذا يقودنا أيضا إلى سؤال، كيف يمكن لرائد الأعمال أن يستفيد من البرامج التي تقدم في مراكز دعم المنشآت؟ طبعا كل المستفيدين أو بكل يسر وسهولة يمكنهم زيارة منصات أو منصة المراكز أو عبر تطبيق نوافذ، بإمكانهم الدخول واختيار الخدمة المناسبة وحجزها بكل سهولة. فيما يخص بعض المتطلبات الثبوتيات والأوراق التي يجب أن تتوافر مع المتقدم سواء ليقدمها في المراكز أو حتى عن طريق المنصة الإلكترونية، ما هي أبرز هذه الوثائق والمتطلبات؟ الحقيقة لا يوجد أي وثائق ولا اشتراطات، الموضوع جدا سهل، فقط يحتاج للدخول عبر حساب نفاذ الموطني الموحد ومن ثم اختيار الخدمة وحجزها بكل يسر وسهولة وبدون أي عناء. بالنسبة لعدد المراكز الداعمة في المملكة، كم هو عدد هذه المراكز وهل جميعها تقدم ذات الخدمات الموجودة مثلا في المركز الرئيسي في العاصمة الرياض؟ طبعا ابتدأنا رحلة خلينا نقول رحلة نجاح المراكز في منطقة الرياض في العاصمة في عام 2018، ابتدأ وأطلقنا أول مركز لدعم المنشآت في مدينة الرياض في حي الغدير، ومن ثم انتقل المركز إلى هذا المكان في واجهة الرياض، مركز مطور ووسعناه ووفرنا الكثير من الخدمات، ومن ثم توالت افتتاح المراكز في المدينة المنورة في عام 2020، افتتحنا مركز دعم المنشآت بدعم من إمارة المنطقة، وكذلك استكملنا هذه الرحلة بافتتاح مركز دعم المنشآت في منطقة مكة المكرمة وبالتحديد في مدينة جدة، وذلك يعني مؤخرا قبل تقريبا عدة أشهر كان افتتاح تجريبي، وقبل يمكن أقل من شهر كان افتتاح الرسمي برعاية إمارة المنطقة. إن شاء الله خطتنا القادمة وقريبا بإذن الله نقدم بشرى لأهالي المنطقة الشرقية بافتتاح بإذن الله أو بدء التشغيل التجريبي لمركز دعم المنشآت في مدينة الخبر.
أيضا ما هو الدعم الذي بالعادة يقدم لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة المتوسطة من قبلكم في هذه المراكز؟ ما هو آلية هذا الدعم وما نوع هذا الدعم؟ الحقيقة الدعم اللي يقدم يرتكز زي ما ذكرت في البداية على مسارات معينة، مسار بناء القدرات ويشمل الإرشاد والتدريب والاستشارات. طبعا الاستشارات تقدم من متخصصين في هذا المجال، أكاديميين وأصحاب يعني بعض الشهادات في هذا المجال، والإرشاد يقدم من أصحاب التجارب الناجحة ومن لهم باع في عالم التجارة وريادة الأعمال، وكذلك دورات تدريبية التي تقام بشكل متكرر في المركز وتركز على بعض الجوانب اللي درسنا صراحة احنا احتياج السوق، درسنا احتياجات رواد الأعمال، درسنا ما هي المعوقات التي ربما تواجههم، وبناء عليها طورنا برامج تخدم هؤلاء الرواد. فكل ما يقدم في هذا المركز مبني على دراسات معينة ومبني على احتياجات معينة، بحيث أنها بإذن الله نصل إلى الهدف الذي نرجوه ونصل إلى ما يفيد رواد الأعمال ويكون ذو حاجة حقيقية لهم يساعدهم في ازدهار ونمو أعمالهم. أيضا من خلال تواجدكم في أو عملكم في مراكز دعم المنشآت، ما هي النصيحة التي تقدم لرواد الأعمال والبادئين في مشاريعهم، خصوصا أنه مر عليكم العديد من مثلا ممن يحتاجون العديد الاستشارات، ممن تعرضوا إلى معوقات ومشاكل معينة في أعمالهم، أيضا ممن يريدون الدخول في مجالات مختلفة من المجالات الحديثة التي طرأت في الآونة الأخيرة في البزنس، ما هي النصيحة التي تقدم للشباب الجدد الراغبين في دخول مجال ريادة الأعمال ورواد الأعمال؟ طيب ببدأ في من واجهتهم معوقات. خلنا نقول إحنا يعني ما نسميه مسار التعثر، وأبعدنا الله وإياكم عن التعثر وجميع أصحاب المنشآت ورواد الأعمال، ولكن كل عمل فيه تحديات. في مسار التعثر احنا يعني حرصنا على تقديم برامج معينة تطور من أعمالهم الإدارية وتطوير نموذج تشغيلي أو تصحيح الوضع التشغيلي لمنشآتهم، هذه نقطة. وكذلك عملنا على برامج تقدم وتساعدهم في إدارة التدفق النقدي في منشآتهم. أدعو جميع الحقيقة أصحاب المنشآت الذين يواجهون بعض التحديات إلى الاستفادة من هذه البرامج. الحقيقة يعني يمكن من ناحية النصيحة اللي أقدمها لأصحاب المنشآت، الحقيقة إيماناً بهذا الدور اللي تقدمه المنشآت الصغيرة المتوسطة ومساهمتها في الناتج المحلي ودعم اقتصاد الوطن، قامت حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بتقديم الكثير من الخدمات والممكنات اللي تساعد رواد الأعمال وأصحاب المنشآت، ومنها وأحد أهمها مراكز دعم المنشآت. جميع الخدمات التي تقدم هنا خدمات مجانية بدون أي رسوم وبكل يسر وسهولة يمكن للمستفيد الحصول عليها. أنا أدعوهم للاستفادة، يعني الحمد لله نحن في دولة ترعى مصالح مواطنيها وتهتم بربما ليس فقط تغطية الاحتياجات الأساسية ولأنما إلى أبعد من ذلك. فلذلك الدولة هي ربما لا تجدها في كثير من دول العالم كيف ما يقدم في هذا المراكز وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة، لا تجد له مثيلا الحقيقة. لذلك أنا أدعو المواطنين للاستفادة من هذه البرامج. عالم العمل الحر عالم كبير، وكما قال صلى الله عليه وسلم 19 رزق أمتي في التجارة. أنا أنصح أصحاب الشباب وأصحاب الأفكار إلى التقدم وأخذ الخطوة زيارة المركز. ربما كثير عندهم أفكار وكثير كل يوم يطلع له فكرة تجارية، ولكن كيف تبدأها، كيف تبدأها بالطريقة الصحيحة، هذا اللي يحتاجه رائد الأعمال ويحتاجه أصحاب الأفكار. يحضر هنا، يستفيد من المستشارين، يستفيد من كل ما يقدم من خدمات هنا، ويبدأ ويتوكل على الله ويمشي في طريق هذا النجاح، وبإذن الله نحتفل سويا كما احتفلنا مع الكثير من قصص النجاح اللي قدمت في هذه المراكز. يعني احنا في كل سنة نحتفل سويا مع كثير من رواد الأعمال والمستفيدين من المراكز قصص نجاح تكتب بماء من ذهب الحقيقة.